وله رأي مختلف معك. الأستاذ ضياء دندش حاد جدا في المطالبة بحسام حسن، صح يا أستاذ ضياء ولا أنا غلطان؟ حد ايه الاول؟ مساء الخير عليك يا عبد الناصر، وحشني جدا طبعا. وهقول لك على حاجه، ومش مبالغه ولا رياء ولا نفاق. انا مبسوط قوي ان انا عملت المداخله في الحلقه دي عشان الكابتن الكبير الله يخليك يا استاذ، العظيم الرائع كابتن حلمي طولان. الله يخليك يا استاذ. لا 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 يا كابتن، انت على فكره هو مصر كلها عارفه ان انا اهلاوي حتى الشماله يعني، واخد بالك؟ لكن في رموز، لا في رموز، الناس الكويره بقى وحضرتك سيدي العارفين الله يخليك بيقدروا يميزوا مين النجم ومين التاريخ ومين الحريف ومين اللعيب ومين الاخلاق ومين اللي تاريخه نضيف ومين. فحضرتك لو هقعد اكتب عنك الله او اقول عنك مش هيكفينا وقت طويل، اولا كتير يعني ده كلام كتير جدا، وانا لا لا خالص والله. بص ربنا يخليك، بص يا كابتن حلمي، مش شرط انا وحضرتك نعرف بعض بصفه شخصيه. أيوة، لكن انت شخصيه عامه. لا انا احنا متابعين لحضرتك على طول على فكره في الجمهوريه يعني حضرتك يعني طبعا يعني عشان لا كده ده قيمه كبيره. انا مبسوط والله قوي 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 ان انا بعمل مداخله في وجود حضرتك. يا رب خليك، لانك كمان من عايز اقول لحضرتك ايه بجد وبتكلم بمنطق، وكل اللي هيسمعني هيعرف ان انا لا بنافق ولا بيني وبينك اي حاجه خالص. أيوة. ان انت شخصيه مثقفه رياضيا وفي مجالات كثيره، الله يخليك، اداريا وفنيا، بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليك يا رب والعمر، ربنا يخليك يا فندم، ودايما نستمتع بيك. وطبعا يعني انت ليك ستايل، ليك ستايل ما احنا مسمينه الله يخلي سعادتك، مدير فني مسمينه جنتلمان الكره المصريه. يا رب خليك يا لا قول جنتلمان، قول زي ما انت عايز، قول برنس، قول باشا، قول زي ما انت عايز. يا رب خليك. بس هل انت ستختلف معه؟ وانا عارف انك انت من المؤيدين بقوه لحسام حسن. انا مؤيد بقوه لحسام حسن؟ لا بص يا سيدي، هو كابتن حلمي انا ما سمعتش رايه، هو بيعارض؟ لا انا قلت يا استاذ ان ضروري يكون في معايير لاختيار المدير الفني لمنتخب مصر. الله يعني عليك. انت مع الاجنبي ولا يعني مع حسام حسن؟ المعايير لو انطبقت على مدير فني مصري اهلا وسهلا، لو ما انطبقتش يبقى في مدير فني اجنبي، واخد بال سيادتك؟ بس عظيم جدا، يعني ده اللي انا بقوله يعني. طب ماشي يا استاذ ضياء، انت دلوقتي كاتب الشعب وبتكتب نبضنا، الشعب دلوقتي عايز مدير فني مصري ايا كان اسمه مين؟ لا مش حكايه كده، الشعب او الناس او الجمهور عايز مدير يعرف يختار فرقه طوعني. انا عايز اقول لك حاجه بامانه، وطبعا انا ماليش مصالح في الوسط الرياضي نهائي. تمام، انا بس انت بتكتب رياضه بشكل طبعًا متميز، عشان كده بس لما بكتب عشان انا لعبت كوره زمان. أيوة. وعايز اقول لك لعبت في الاهلي شويه، ولعبت في المصانع الحربيه شويه، ولعبت في سكه حديد شويه، ولعبت في اسكو، يعني 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 عايز اقول لك ليا باع في الكوره شويه في الملعب، وعشان كده الواحد بيفهم شويه في الكوره كمتفرج مش كناقد او ك. طب انت مع مين، اجنبي ولا مصري؟ بص يا سيدي، انا مع اللي يعرف يختار لفرقه بصراحه ربنا. بعد بطولة افريقيا، بطولة افريقيا اللي احنا صفينا فيها في الاخر مع الكاميرون وغلبنا 1-0، كان لازم كوبر حد يضغط عليه بشده ان نص الفرقه. كابتن عبد الناصر وكابتن حلمي، ده رايي الشخصي كراجل بيفهم في الكوره وراجل مشجع، كانوا لا يصلحوا لاستكمال مسيره كاس العالم. كان بين بطولة افريقيا وبين كاس العالم حوالي سنه تقريبا او اقل من سنه، 8 شهور او 8 شهور، كان يقدر يطعم الاربعه خمس ست لعيبه. وعلى فكره انا كتبت اساميهم في المقال وما اتكسفتش، لان الناس كلها شايفه في لعيبه خلصت، لعيبه خلصت بجد، لعيبه مش قادره تجر رجلها في الملعب، لعيبه المدرب بيدافع او ليه طريقه دفاعيه مفيش مشكله، مفيش حد قادر ينفذ له الطريقه الدفاعيه بتاعته دي. حتى يعني اللعيب، انت كانت الكاميرا لما بتفتح شويه تتفرج على لعيب ماشي بيجر رجله، لعيب مش قادر يعمل سبرنت، لعيب مش قادر يباصي باصه صح. طب ما خلاص، ما انت كده رايح لنفس المفهوم بتاعي اللي انا مختلف فيه مع الكابتن حلمي. المدير الفني الاجنبي انت في 90 امبارح كابتن حسام حسن. انا كان نفسي اساله سؤال لو المداخله دي كانت معاه، كنت اقول له يا كابتن حسام على الهوا دلوقتي، انا اعتبر ان احنا اتحاد الكوره جابك مدير فني، حط لي 11 لعيب القوام الاساسي للمنتخب دلوقتي. مش عايز يقول لك
يبقى ما يقدرش، يبقى ما ينفعش. لا لا مش هيرضى يقول لك لسبب. المدرب المصري خلي لحظة. بالك خلي بالك ما لحظة بس افهمك انا افهمك النقطة دي. ما يقدرش يقول لك ال 11 لاعب، لان النهاردة انت بتتكلم في حسام اتكلم كلام بلغة العموم رائع امبارح، قال لك ان احنا قدام جيل عايزين نلحق منه ما تبقى من العطاء، قدام صاعدين المستقبل قدامهم لمصر، وضرب مثل بوليد سليمان قال لك ممكن اخد منه الفترة اللي جاية ما لا يستطيع ان يأخذه احد. وليد برضه ما احنا عارفين انه ما بيقدرش يلعب ال 90 دقيقة، لان وليد النهارده 32 او 33 بس ما ينفعك، ما كانش يبقى في كأس العالم. لما يجي كأس العالم اللي جاي اعتقد يعني هو وليد قدامه سنتين ثلاثة ربنا يديله صحة ان شاء الله يا رب. انت بتتكلم في 10 في 10 9 عندك مباراة يا استاذ ضياء، انت دي وجهة نظري بس. على كان انا في يوم من الايام اجيب التسجيلات دي واقسم لكم بالله انا ارى تجربة جرار جيني تعيد نفسها في الكرة المصرية. لما صمم اللي هو الدهشوري حرب ربنا يديله الصحة على جرار جيني، وصمم ان ما ينفعش مدرب مصري، فشل جرار جيني وادانا اسوأ 3 شهور، واضطرينا نجيب الكابتن محمود الجوهري اللي رفضه اللي هو حربه قال على جثتي لو دخل اتحاد الكورة. طيب النهاردة هل احنا عندنا الكابتن محمود الجوهري؟ هل احنا عندنا نفس الظروف ونفس المناخ بتاع سنة 89 او 90؟ بص يا استاذ ضياء، عندنا نفس اللعيبة؟ مع احترامي ليك، عندنا نفس الملايين؟ ما خليك معايا بس، عندنا نفس الملايين اللي اجاوب دفع في اللعيبة دلوقتي؟ اجاوب كانت موجود؟ اجاوب إيه؟ اجاوب كناقد وكمراقب، نفس الظروف اللي فيها مصر مع جرار جيني هي نفس الظروف اللي فيها كنا واخدين على دماغنا وخسرانين تصفيات كاس عالم، وجبنا جرار جيني راح فشل معانا في امم افريقيا. جبنا الكابتن، هقول لك وجهه نظر صغيره بسيطه قوي. المدرب المصري، اي مدرب مصري لو مسك المنتخب وجه يختار لعيبه، خلي بالك بص يا عبد الناصر، خلينا احنا ناس مديين قوي. اي مدرب مصري هيمسك المنتخب وهيبدا يختار فرقه عشان يكمل على بعض اللعيبه اللي موجوده اللي لسه سنها 23 24 22 25 26 هيتعرض لضغوط شديده جدا، وهيجي يختار لعيب مش على مزاجي انا ما بحبوش كمشجع، ازاي يجيب دون وازاي ياخد ده، والنادي الفلاني هيتقمص والنادي العلاني هيتعمل، واللعيبه هتحصل دوشه، مش هيقدر يقولوا ايه يرضي جميع الاذواق وجميع الطموحات وجميع البتاع. انما الاجنبي لما هيجي ويختار، واكيد اصل الاجنبي اللي هيجي ده خلي بالك وهيجيب معاه الطقم بتاعه كله من بلده او من اوروبا، خلي بالك برضو لازم هيلجا لحد زي الكابتن محمود سعد، هيلجا زي حد الكابتن حازم امام، كابتن مجدي عبد الغني، الناس اللي هي الخبرات ولاعيبه الكوره. انتوا مين عندكم هيبدا يتفرج على ماتشين ثلاثه في الدوري؟ هيشوف الاهلي وهيشوف الزمالك وهيشوف الاتحاد. يا استاذ ضياء، مش قادر اوصل فكرتي لحضرتك وللكابتن حلمي. يعني انا متفق معاكم يا جماعه، التجربه احنا عشناها. انت دلوقتي عايز مدير فني مش بتاع ضغوط، ده حسام حسن. انت عايز مدير فني على دراية بالكرة المصرية، ده حسام حسن. انت عايز مدير فني ينزل لك ب 11 لاعب بكرة الصبح، ده حسام حسن. انت عايز مدير فني يعمل لك معسكر كسكنة عسكرية، ده حسام حسن. انت عايز حد يتلم عليه الجمهور، ده حسام حسن. انت عايز حد يعلي من قيمة العلم، ده حسام حسن. انت عايز حد توفر بيه دولار، ده حسام حسن. انت عايز حد يلعب بعد شهر، صدقني. بص انا ده رايي ومختلف معاكم. لا طب هقول لك ما انت رايك محترم طبعا. الحكايه مش جبر يعني. طب هقول لك على حاجه صغيره. اتفضل كابتن حلمي طولان معاك اهو. عندنا كابتن، انا عن نفسي مثلا كابتن حلمي طولان، كابتن حسام البدري، كابتن ايهاب جلال، دي الناس دي ليها تجارب ناجحه وحاجه عظيمه جدا زيها زي حسام. تمام، ليه ما نحطهمش طيب الاربعه في اختيارات ونبدا نختار منهم؟ ليه مركزين على حسام؟ لا لا حضرتك، حط في الاختيار بالعدل حسام حسن وحسام البدري فقط. ليه؟ طب وكابتن حلمي طالما ما ينفعش؟ لا انا مش بتكلم على الكابتن حلمي، طلع الكابتن حلمي، انت بتتكلم على ايهاب جلال. انت بتتكلم هتقول ايهاب جلال يا كابتن حلمي. اللي انا بقول عليهم دول الثلاثه ومعاهم حسام حسن بيتمتعوا بشخصيه قويه هاديه رزينه. ما تقوليش ايهاب جلال بقى يا عم ضيا. نعم،
ما تقوليش ايهاب جلال. ليه؟ ما ليه؟ يا عم انت بتقول لي السير كابتن حلمي بيقول لك معايير نجاح وفشل. طيب ايه؟ طب ما تقيس على كل الناس اللي انت بتقول عليهم. حسام البدري شوف لي مقاييس النجاح والفشل عند كل واحد. شحاته نموذج رائع. ما انا لما بصيت على المدربين المصريين يعني وحطيت عليهم المقاييس يعني عندي حسام حسن وحسام البدري. يا استاذ ضياء احنا بنحط معايير للاختيار اللي بينطبق عليها اي حد بينطبق عليها هذه المعايير يتفضل يا كابتن حلمي. كابتن حلمي الا التدريب حاجه كبيره جدا وتقييم المدرب حاجه اكبر المفروض طبعاً. بقيمه على كذا حاجه مش على حاجه واحده او اتنين مزبوط. لا في كذا عنصر انا بقيم المدرب عليها مش مزبوط. عنصر او اتنين فانا انا بقول للاستاذ عبد الناصر احنا بنحط شروط والله وبنحط العظيم معايير موثق. على اساسها بنختار المدير الفني اللي بتنطبق عليه هذه الشروط اتفضل ده كلام علمي وفني عايز اقول لك يا كابتن حلمي موافقك بالسرط طيب. ولكن انا واني مفيش معايير طب اسالك على حاجه عبد الناصر معلش احنا برضه ايه مش انا مش مذيع بس يبقى انت هتعمل زي الناس اللي موجوده مختلف معاك يبقى انت بتعمل زي الناس اللي موجوده وحيد خليلوفيتش في معايير نختاره هل المقاييس والمعايير اللي انا بحطها على كابتن حسام حسن اقيسها على المصري بس ولا على المقصه لا على كل ولا على الاتحاد السكندري ولا على تجربته اللي انا بعتبرها كانت ناجحه في الاردن بحقيقه الحقيقه العربيه لا لا على حاجه على حاجه واحده اني ما شفتش بعد محمود الجهري مدرب في وزن محمود الجهري الا حسام حسن ده رايي مع احترام كل المدربين انت رايك صح من وجهه نظرك ده مظبوط محدش يقدر يعارضك واخد بالك انت فاهم ان انا النهارده انا رافض حسام حسن لا انا ببص للتجربه لو حسام جه يعني امبارح ابو المعاطي زكي معاك قال لك ايه نجيبه يقعد لحد بطوله افريقيا السبع ثمان اشهر ونقيمه ولو نجح ماشي لو فشل ماشي يا نهار اسود ده انا كده بموته بقينا حقل تجارب منتخب مصر بقى حقل تجارب اقتراح الاستاذ ابو المعاطي بيتكلم على كان يورط بيه اتحاد الكوره الذي رافض رفض على كان ما ناخدش كلام الاستاذ ابو المعاطي مكتزأ مش بيقول ان احنا نجرب حسام 8 شهور بيقول يا عم انا واثق ان حسام هينجح هاتوه والثمان شهور دول لو ما نجحش شوفوا انتوا هتعملوا ايه لكن انا واثق انه هينجح لانه كمل خلي بالك النجاح والفشل ده نظريه نسبيه وقبل النظريه النسبيه ده بيد الله سبحانه وتعالى انت واخد بالك وفي واحد بينجح في مكان وممكن يفشل في مكان متفق معاك عايز اقول لك وجهه نظري الحقيقيه النهارده مين المسؤول عن اختيار بتاع المدير الفني للمنتخب اتحاد الكوره خلاص احنا مجرد بنقول وجهه نظر وبننور نور بس بندي ضوء على كذا وكذا, وكذا وكذا طبعا. هم اللي يتحملوا نتيجه اختياراتهم صح خلاص لان انا هقول لك على حاجه عبد الناصر وانا واثق من دي تماما الفضيحه اللي حصلت لنا في روسيا خلاص اتحاد الكوره بقى مدير فني لعيبه تنظيم اداره فنيا كرويا كل الكلام ده مش هنقعد نتكلم فيه تاني خلاص الناس قطعته وشرحته النهارده اتحاد الكوره ما تحاسبش على المشكله دي انا واثق ان اتحاد الكوره لو اختياره لمدرب اجنبي او مصري وفشل واتغلب بص احنا معانا ايه نايجر باين اول ماتش مش كده ايوه مش كده اول ماتش في شهر 9 أيوه. نايجر لو اتعادلنا بص يا عبد الناصر وبكره تقول دي ده شال واحتفظ بالتسجيلات لو اتعادلنا في الماتش ده هنا او هناك والله العظيم لاتحاد الكره ده هيتقطع وهيتمسح بيهم البلاط من كل الجمهور مش من النقاد بقى والكباتن والمديرين الفنيين والخبراء خلي بالك فانا عايز اقول حاجه في الوقت ده اتحاد الكره خلاص اتحط قدام المدفع خلاص انا انت امبارح برضو ابو المعاطي قال جمله لطيفه عجبتني قال لك انا براهن ان الراجل المدرب اللي هو المكسيكي ده مش هيكمل مش عارف 4 5 اشهر ولا هيكمل 6 اشهر انا ممكن اوافقه في حاله ان الراجل ده لو جه ومعرفش يستخدم امكانياته او كفاءته الفنيه لا انا بص انا ضد ده كل مدرب في العالم صح يا كابتن حلمي إيه انا ضد ان انا اقول هيفشل بعد 3 اشهر اتمنى طبعًا. له التوفيق ما دام جه على الاختيار بس كل مدرب الدنيا ويا رب ناخد افريقيا واحنا انا جايبه عشان بالظبط واحنا بيحزننا في مصر الا لما منتخب بيخسر ولا الاهلي بيتعادل في افريقيا ولا الزمالك بيتعادل في افريقيا ولا المصري كلنا بنحزن الكره دي انت عارف دلوقتي بقت غذاء
بقت غذاء للروح وال ولل... يعني عايز اقول لك انتماء، دي بتبين انتماء يعني اذا يا استاذ ضياء كان نوصل لجمله مفيده معاك، انت مع المدير الفني الاجنبي؟ انا مع اختيار اتحاد الكوره، لو اتحاد الكوره اختار حسام حسن تعظيم سلام، تمام، وفقا للقواعد والمعايير اللي الكابتن حلمي قال عليها، لان ده كلام منطقي وعقلاني جدا. تمام. لما بسمع فاروق جعفر وبسمع حسن شحاته وبسمع زكريا ناصف وبسمع عمنا اللي ربنا يديله الصحه يا رب والعمر وانا اتمتع بيه كتير وكتير الكابتن طه اسماعيل، لا بيتكلموا بنفس طريقه الكابتن حلمي اللي هو التحليل المنطقي والعقلي والفني. وصلت. واخد بالك؟ وصل. انا اتمنى اتحاد الكوره، وانا عارف ان برنامجك بسم الله ما شاء الله يتشاف ومتشاف كويس جدا، ياخدوا من كلام الناس دي كلها بقى، كلامنا كلنا، ويقعد حد عاقل اليس منكم رجل رشيد بيفكر بمنطق وبيفكر بواقع، يحط ادي فلان قال كذا وفلان قال كذا، احط الكلام ده على الترابيزه. شكرا. المفترض ان الكابتن محمود سعد، استنى شكرا، ايه ده انا في نقطتين ما اتكلمتش فيهم. ايوه. ده انت اللي متصلين بيا متاخر، انا في الجورنال على فكره لحد دلوقتي، خلي بالك. طيب ماشي، معايا التليفون مهم تاني قدامك 3 دقايق. حلو قوي، خد دقيقه ونص لده ودقيقه ونص لده. ماشي. انا عايز اتكلم في الموضوع بتاع ان النائب محمد اسماعيل مالك قناه الحدث اليوم اللي انت كنت تشتغل فيها وبتعمل فيها البرنامج، هذا الرجل انا اكن له كل تقدير واحترام امام الله وامام الشعب وامام الجمهور وامام اللي بيسمعونا، انه لم يقصر معك، هو فقط لم يقصر معك وكان يساندك ويدعمك بكل قوة، لان بعض الظروف لا يصح انها تتقال، هي اللي ادت لي انك تسيب القناة. انت برنامجك بسم الله ما شاء الله اضافة لاي قناة بتروحها، وربنا يوفقك. الجزئية الثانية كده، انا خدت دقيقة فاضل لي دقيقتين صح؟ ماشي. طيب الجزئية الثانية بالنسبة لنادي بيراميدز، طبعا مستشار تركي الشيخ، هذا الشاب الحماسي المتحمس للاستثمار وللرياضة وللكورة في مصر، لأن مصر هي أساس الكورة في الوطن العربي وفي أفريقيا، وإحنا أقدم ناس في الكلام ده كله. تمام. هو بصفته أهلاوي، أنا عايز أقول له مش عايز أقول نصيحة، مع إن بيني وبينه عمر شوية وسنين طويلة، يعني أنا مش شاب زيه، يعني ربنا يديله الصحة. عايز أقول له ان انت الاهلوية اللي بجد وبحق وحقيقي وبيحبوا الاهلي وبيموتوا وبينتموا للاهلي، دايما دايما يكونوا في صف الاهلي، حتى الاهلي لو في غلطة لو في حاجة لو في بتاع ما بنطلعش نقول الكلام ده كله. انا كتبت له في المقال اول امبارح عندي في الجمهورية، مش نصيحة والله خالص، غير انها دردشة، بقول له يا سيادة المستشار المداخلات الفضائية تقف، التويتات والحاجات اللي انت بتعلق عليها تقف في الفيسبوك والتويتر والحاجات بالفعل اللي بتولع الدنيا دي، عشان في ناس كتير مش فاهمه قصدك ومش فاهمه نيتك، فتعامل مع ان الناس كلها اللي بتشوفك واللي بتقرا لك التويتات والحاجات دي مش كلهم بيفهموا قصدك ومش فاهمين نيتك ايه، فبالتالي تبقى في ردود سخيفه. انا صراحه يعني بزعل منها جدا، وفي تجاوزات النادي الاهلي في نفس الوقت، خلاص حصل مشكله وكل واحد احنا عفى الله عما سلف وتمام التمام والدنيا ماشيه خلاص، وانت رحت عملت نادي بيراميدز وبتعمل قناه وبتعمل استثمار رائع واشتريت نجوم، انا خايف على نادي بيراميدز من النجوم الكتيره دي، لان النجوم الكتيره دي كلها كل واحد فيهم كان معلم في مكانه، واخد بالك، وجايب شخصيات في الاداره كل واحد كان معلم كبير في مكانه، فاحنا بنتمنى له التوفيق طبعا كوليد، مع انه مش وليد ولا حاجه، لان الاسيوطي بقاله سنتين او ثلاثه بنشوفه في الممتاز، وانا بس اتمنى التوفيق للكره المصريه، واتمنى له التوفيق في عمله، وعشان خاطري ياخدها من اخوه الكبير سنا فقط، ولكن هو طبعا كبير مقاما عندنا، انه يتوقف عن المداخلات وده حصل يا استاذ ضياء على فكره، ده حصل الا فيما يخص نادي بيراميدز. شكرا. وربنا يوفق الجميع يا رب، واتمنى ان ما اكونش دمي تقيل عليك في المداخله دي. لا بالعكس والله العظيم، دمك زي العسل. بالعكس ربنا يخليك يا كابتن، واتمنى لكم التوفيق يا رب دايما يا ناصر، والصحه والعافيه والعمر الكابتن حلمي. ربنا يخليك يا استاذ، كله يا جماعه احنا كده، الراي والراي الاخر. انا بس عايز اقول لك على حاجه بس، عايز اقول لك على معلومه.